السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد. من زمان طبعا ما صورتكوش فيديوهات حمام، وناس كتير سألت قالت يا أم شيماء صوروا فيديوهات حمام. فالنهاردة بإذن الله طلع أصور لكم بإذن الله النهاردة إيه فيديو جديد. تمام. الناس اللي سألتني برضو قالت الحمام ما تنقلهوش، ده إن شاء الله يا جماعة بإذن الله ده قرار نهائي. أنا كنت بإذن الله ناوية أنقله، فلقيت في ناس كتير قالت ما تنقليش الحمام، وفعلا الكلام ده فعلا صح، لان يعني علشان انا لو نقلت الحمام هخسر زغاليل كتير وهخسر بيض كتير، لان انا عندي بسم الله ما شاء الله حمام بيض كتير وفي زغاليل كتير صغيره طالعه، ولو انا نقلت الحمام هناك طبعا العيون هتتلخبط في بعضها وهيخسر، يعني هيحصل في خسائر كتير. فانا لقيت ان من الافضل ان انا هسيب الحمام هنا، يدوبك ان انا ممكن اعمله بس شويه تجديدات كده، هشيل الصفائح دي من اول وجديد خالص، ونحاول ننظف المكان تحت وفوق وكله، يعني هحاول ان انا اغير، ويمكن كمان احاول ان انا اقلل من كميه الحمام ديت، لان ما شاء الله يعني هي بحس ان هي كل مدى بتزيد. ده اللي انا هعمله. تمام. علشان بس الناس اللي هي بتسالني بتقول لي يا ام شيماء في ناس قالت يعني حاجه، يعني حد بسيط قالت تنقلي الحمام، وفي حد برده كتير لقيت ناس كتير قالت لا ما تنقلوش علشان هيحصل فيه خساير وخلاف كده وكده، كمان ممكن هو ايه يلم حاجات مش يعني حاجات وحشه، انما هو هنا في الامان، يعتبر هو هنا كويس كده. واحتمال بقى اللي انا اعمله برده، وده اللي انا بفكر فيه، يعني اخللهم اوضه جوه الاوضه اللي هي الواسعه اللي انا حاطه فيها الرومي وحاطه فيها الحاجات اللي جوه ديت، ده احتمال ان انا اخليها خالص، اخليها وانقل الصفايح دي من اول وجديد واوديها برده هناك، ده احتمال يعني، بس الارجح كده هنشوف برضو. عايزه برضو رايكم برضو تقولوا لي انقل برضو ولا سيبه ثابت في نفس المكان اللي شايفينه ده. انتوا شايفين لو انتم ملاحظين في زغاليل صغيره بدات ان هي تنزل على الارض اهي، كلها زغاليل صغيره اهي. يمكن انا اشتغلت اليومين اللي فاتوا في تجهيز المكان وكده، انا كنت الاول بطلع كل اللي لاقيه زغلول ولا حاجه كنت بلمه، يا اما بذبحه يا اما بتصرف فيه، انما انه بدي انا يعني ايه لقيت في كميه كبيره قوي من الزغاليل زي ما انتم شايفينها نازله على الارض اهي. ده كلها زي ده، ده كلها زغاليل ان شاء الله برضو، يعني هحاول برضو ان انا المها ونبدا بقى ان احنا نفوق الحمام بتاعنا. يعني انا حتى يمكن علشان الفتره اللي فاتت ديت كنت يا دوبك بعلق وانزل ما كنتش باخد بالي، فانا النهارده اتفاجئت ان في زغاليل كتير نازله على الارض، وانا اصلا ما كنتش عايزه ان انا اطلق زغاليل، لان طبعا انتوا عارفين الكميه كبيره قوي، واكتر من كده انا ما كنتش عايزه اربي. فده ان شاء الله بقى اللي انا باذن الله ناوي اعمله. فتعالوا بقى كده ان شاء الله نشوف الحمام بتاعنا، والنهارده برده هنحط له حاجه كويسه، يعني علشان كده انا لقيت في حاجه النهارده وديت اللي خلتني ان انا اطلع اعمل الفيديو ده، لقيت في كام جوز حمام كده الاكل محجر في حصالتهم ومش هضمن الاكل، فانا النهارده برده جبت لهم مكون كويس جدا هنحط لهم في الميه علشان الكلام ده. ويمكن في ناس كتير برضو عندها المشكله ديت وبقت تسال برضو على الكلام ده كلته، فانا هقول لكم يعني لو حصل عندكم حاجه زي ديت ممكن تتصرفوا ازاي وتعملوا ايه. تمام. فتعالوا بقى كده نشوف الحمام بتاعنا النهارده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين انا عندي الزغاليل كلها، في زغاليل كتير قوي، يعني في زغاليل كتير قوي ما شاء الله. يعني انا النهارده انا ما كنتش واخده بالي بصراحه والله، لان كانت كان اليومين الثلاثه مش عارفه والله هو كان في يعني ايه شايفين، يعني ما شاء الله كميه زغاليل كبيره والله، انا مش عارفه اني بصراحه انا نسيت عنها ازاي ديت. ما شاء الله. بس ولاجل الحظ انا يعني في الفيديو دوت مش عامله حسابي ان انا اقطف الزغاليل النهارده، لان ما جبتلهاش حاجه. ف شايفين الزغاليل عامله ازاي؟ كانت المفروض تتقطف من زمان. ده كده انا هنسيبه بقى. هسيبه لغاية ما اجهز لهم حاجة او شيء. شايفين حتى شايفين لو انتم ملاحظين اهو انا لقيت ان الوقت لقيت في ذبابة خارجة، يعني لقيت في ذبابة واقفة هنا، معنى كده ان هم عايزين رش. فان شاء الله يا جماعة لازم تاخدوا بالكم برضو من الموضوع ده. يعني انا اهو ده واحدة برضو كمان هنا هو برضو اهي.
إيه خلي بالكم يا جماعه بقى، يعني هما بسم الله ما شاء الله هما احجامهم كويسه، بس خدوا بالكم بقى اللي انا شفته النهارده بقى اللي انا لقيته الدبانه. لو انت لقيتي كده عندك عند الحمام دبانه اللي هي بتبقى عامله زي الدبانه العاديه بس بتبقى مبططه شويه كده، بتبقى رفيعه ومبططه شويه. انا بس مجرد ان انا جيت ابص على الحمام لقيتها واقفه هنا، فكويس ان انا شفتها. على اساس كده لازم على طول باستمرار بنجيب رش، الرش ده بيجي من عند البيطري، يعني على طول دايما تقولوا له، وعلى طول خلي بالك كل 10 ايام يا ريت تجيبه وترشه علشان تضمن ان الزغاليل اللي عندك تبقى احجامها حلوه ما تخسش، لان انتوا عارفين الذواب ده بيمص الحمام بينشفه. فان شاء الله بقى الكميه دي كلها هنعمل حسابنا باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنقطفهم. ان هنا بتضرب اهيت، هنا حمام نايم تحته بيض لسه اهو، هنا بيض، هنا برضو البيضة اهي نايم على واحدة، وهنا برضو بيض. فعلشان برضو الحمام اللي هو الصغير دوت هنجيبه ونرش عليه، وهنرش برضو على الصفيح اللي هي فيها الحمام نايم. فان شاء الله زي ما انا وريتكم كده باذن الله الفيديو الجاي، يعني مش هيبقى جاي ولا حاجة، مش هيبقى بعيد ان شاء الله، هعمل لكم بكرة باذن الله. هحاول ان انا انضف المكان، وهنجيب بخ وهنبخ الحمام بتاعنا، لان طبعا اليومين اللي فاتوا دولت حسيت ان في تغيرات حصلت في وسط الحمام. فعلى طول دايما باستمرار، عشان الناس اللي هي بتقول يا جماعه الحمام ما بيدينيش، يمكن هو دي يومين اتنين بس انا سبت الحمام فيه، حسيت ان فيه يعني ايه، حسيت ان فيه الوقت دبانه، يعني لقيت بعد الدبانه دلوقتي لقيتها ظهرت في الحمام، شفت حمامتين كده لقيت الاكل محصل يعني محجر في حصالتهم، مش هضمن الاكل كويس. على طول دايما علشان الحمام يفلح معاكي ويبقى كويس معاكي، دايما تابعيه كل يوم، شوف الحمام كويس، شوف الزغاليل، شوف الانتاج عامل معاكي ايه، على طول دايما مش ارمله من شويه الاكل واقوم نازله ويبقى كده خلاص انا يعني علفت الحمام وسقته وبقى كده خلاص، لا. حاولي تشوفي اللي عايز يتقطف اقطفيه، واللي عايز يجي له بخ لاحظي الفضلات بتاعتهم شكلها ايه، فيها خضار، في اسهال، الحاجات دي كلها علشان المشروع ينجح معاكي ويبقى كويس. يعني انا النهارده طلعت كده بالصدفه، قلت اطلع اسجل لكم فيديو كده، لان انا يعني ما صورتش معاكم من زمان، وفي ناس كتير طلبت فيديوهات حمام، فلقيت يعني ايه بصراحه ما اتبسطتش من المنظر، يعني انا وانا بصوركم دلوقتي كده ما اتبسطتش من المنظر. فان شاء الله الفيديو الجاي بكره هيبقى في تنظيف، هننظف الحمام كلته، هنجيب بخ، وهقول لكم برده عن نوع البخ اللي هو بتاع الذبابه، لان الذبابه دي يا جماعه بتبقى اخطر حاجه، دي بتمص الحمام ذات نفسه وبتنشفه، بتخلي الزغلول معاكي ناشف وتحس ان هو واقف كاشش، حتى في الحمام الكبير برده نفس الشيء. فانا ان شاء الله بكره هنعمل معاكم ايه، هنقطف حمام، هنجيب رش وهنرش، هننظف المكان، هنروق للحمام كلته، تمام. تعالوا بقى كده شوف انا جايبه لهم ايه النهارده، علشان الاكل اللي بيبقى محجر في حصالتهم ده يا جماعه، الشريط ده فلاجيل بشري اهو، بيجي من الصيدليه، انا النهارده هجيبه وهدقه، على اساس هو من جهه كمان ان هو كويس جدا، بيخلي الحمام يهضم الاكل اللي في حصالته، ومن جهه ان هو يعتبر كمان مطهر معوي. يعني دايما باستمرار حطي الحمام عندك، لو في مثلا في اسهالات، في خضار، في حاجات، الفلاجيل ده كويس جدا للحمام، تمام، ده بيطهر معدته بمعنى اصح. فتعالوا بقى انا معايا في كل سقايه كده هحط حبايه، فهقوم جايبه الحبوب ديت، يا اما هدقها يا اما هحطها بحالة بوش، بس الاحسن ان انا هدقها اهي، وهوزعها على السقايات كلها. ده كده معايا 5 حبايات اهم، هندقهم بس كده وارجع لكم تاني. ده كده زي ما انتم شايفين طحناهم اهوت اهو، في كل وعايه كده هنحط حوالي حبايه، هنحط بقى الميه بتاعتهم. يا جماعه حطينا لهم كلاتهم في الميه اهوت، حتى الزغاليل الصغيره هتشرب والكبار هيشربوا. طيب في ناس بتسال بتقول انا عندي الزغاليل دايما الاكل محجر في حصالتها، في الوقت ده يا جماعه بنعمل ايه؟ بنجيب نص قرص فلاجيل وبنبلعه للزغلول، تمام؟ على طول دايما باستمرار لو انت لقيت حاجه عندك زي دهيت اعملي نفس الشيء اللي احنا عملناه، تمام كده؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي هنجمع فيه الزغاليل وهننضف فيه الحمام
هنرش عشان الذبابه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.